أوقفت إدارة معبر جرابلس الحدودي مع تركيا إمكانية الحجز على الرابط المخصص لتقديم اللاجئين السوريين لطلبات قضاء الإجازات في سوريا. وبحسب بيان للمعبر فإن الحجز متوقف حتى إشعار آخر. وأشار إلى أن السوريين أصحاب إجازة عنتاب الذين تصادف مواعيد دخولهم إلى سوريا بين يوم الاثنين 22 من كانون الثاني والحادي 31 من آذار عدلت مواعيد دخولهم. وذكر المعبر أن موعد دخول جميع المواعيد المذكورة آنفا حددت اعتبارا من 22 من كانون الثاني إلى يوم الثاني من شباط المقبل. ينضم لنا وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا من غازي عنتاب لمزيد من المعلومات. وائل، ما أسباب إيقاف حجز الإجازات إلى سوريا بالنسبة للاجئين السوريين المقيمين في تركيا؟ مساء الخير وجه لك وللسادة المشاهدين. حتى الآن لا توجد يعني أسباب واضحة، لم تحدد سواء الجانب التركي أو الجانب السوري من المعبر، معبر جرابلس الحدودي، ما هي الأسباب الواضحة والصريحة التي بسببها سوف يتم إغلاق المعبر أو تم إغلاق الرابط والإجازات نحو سوريا. يعني تواصلنا مع عدد مع أحد الإداريين في معبر جرابلس، قال بأن هناك يعني إغلاق للمعبر حتى إشعار آخر، ربما تتضح التفاصيل بعد العيد، عيد الفطر القادم. حتى الآن إجازة عنتاب والإجازة أيضا من المتوقع أن تتوقف كل الإجازات على معبر جرابلس، سواء إجازات المجالس أو إجازة عنتاب أو إجازة المجنسين، فالرابط توقف حتى إشعار آخر. يعني السوريون هنا في غازي عنتاب أو في باقي الولايات كانوا قد اعتمدوا على هذا الرابط أو هذه الإجازة التي تتيح لهم زيارة سوريا، زيارة مناطقهم والعودة بعد فترة محددة، ولكن اليوم الجميع يعني يتحدثون عن هذا الموضوع. يعني هو خبر غير سار بالنسبة لكثير من السوريين الذين كانوا ينتظرون وقت محدد لزيارة أقاربهم، لزيارة أملاكهم، أو لأي شيء آخر. إذا لا توضيحات أعلنت عنها إدارة المعبر؟ حتى الآن لا يوجد توضيحات لماذا أغلق الرابط، لماذا، هل سوف يتم فتحه مجددا، هل سوف تكون هناك توضيحات. يعني الحديث هو بأنه سوف تم إجراء تسبيق لبعض المواعيد حتى الثاني من شباط بدل من 30 من آذار أو 31، وبأن المعبر توقف أو الرابط الإجازات توقف لجميع أقوال الإجازات معبر جرابلس. هناك أحاديث تدور عن نية إدارة المعبر إحداث تغييرات في إجراءات الحجز لربما تكون مادية، ما صحة ذلك؟ يعني حتى الآن قلت لك وجيت تواصلنا مع واحد من الإداريين في المعبر وأكد لنا بأنه لا توجد نية من قبل الجانب السوري، إنما التغيير والحدث والإيقاف هو من الجانب التركي. حتى الآن لا توجد تفاصيل، ولكن التوقف بشكل مؤقت والتوقف حتى إشعار آخر، ربما تظهر التفاصيل ونعرف، ربما يكون هناك إجراءات مادية، ربما إجازة على حساب إجازة أخرى، لا يوجد تفاصيل رسمية لما بعد عيد الفطر القادم. وائل، في المرة الماضية تم زيادة الرسم الخاص بالإجازة، الآن هناك تعليق للحجوزات، يعني بحسب ما لمسته ما الذي يسبب هذا الإرباك إن صح الوصف؟ يعني وجه هذه يعني الإجازات الثلاثة، سواء إجازة المجنسين وهي لن نتحدث عنها، سوف نتحدث عن إجازة عنتاب كانت بوجود والي غازي عنتاب السابق. يعني هذا المعبر يتبع لولاية غازي عنتاب، وكان الوالي هو من وبالمشاركة مع الجالية السورية و الهيئات السورية والمنظمات التي كانت تجتمع معه، كانت هذه الفكرة مشتركة وتم تنفيذها. تغير الوالي مؤخرا، وهناك أيضا تحديثات من قبل الجانب السوري بموضوع الإجازات التابعة للمجالس المحلية في الداخل السوري. كل هذا يعني ولد لبكة، فهناك إجازات تتبع للمجالس المحلية، من الممكن لمن يحمل كملك غازي عنتاب أو بطاقة الحماية المؤقتة الصادر عن ولاية غازي عنتاب أن يزور سوريا عن طريق الرابط أو عن طريق إجازة عنتاب إن صح التعبير ب 150 ليرة تركية، ومن الممكن له أيضا
أن يزور عن طريق إجازة المجالس بدفع 200 دولار والتي كانت في البداية 100 دولار. أيضا كان من الممكن نعم بشكل. شكرا وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من غازي عنتاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة لم الشمل اليوم. إلى اللقاء.